فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الوزيرة هيلين ماري لورانس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطني والأسرة رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، السيدات وزيرات المرأة ورؤساء ورئيسات الوفود، السيدات والسادة رؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أعبر لكم عن مدى سعادتي لاستضافة هذا الحدث الهام على أرض وطني الحبيب. فمصر لا طالما اعتمدت الاستقرار والتنمية والتعاون جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. نحن أمة تبني ولا تهدم، لا تعادي ولا تعتدي. أقولها بكل ثقة، أصبحت مصر رمزا لتحقيق الاستقرار والتنمية، واليوم ومن العاصمة الإدارية الجديدة نبني المستقبل للأجيال القادمة. السيدات والسادة ضيفات وضيوف مصر الكرام، أجد هذه الفرصة مناسبة لأتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المساند الأول للمرأة المصرية والداعم لها والمدافع عن حقوقها، إيماناً واقتناعاً بأن تمكين المرأة واجب وطني، حيث ترجم ذلك من خلال إهداء المرأة المصرية عهداً ذهبياً يضمن العديد من الإنجازات، كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى المناصب القيادية التي لم تصل إليها من قبل، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة، وضمان الحماية الاجتماعية لها، وتوفير السكن اللائق لها ولأسرتها، وتصميم برامج من شأنها تعزيز صحة المرأة. وأقولها بصدق، لقد قدمتم سيادتكم نموذجاً ملهماً للدور الذي تلعبه الإرادة السياسية لصناعة تغيير حقيقي من العمق، ليصنع أجيالاً تؤمن بأهمية تمكين المرأة وحقوقها الإنسانية. وبصفتي رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة، أتقدم لسيادتكم فخامة السيد الرئيس بخالص الشكر والتقدير على الدعم غير المحدود في هذه الدورة. كما يتقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بوافر الشكر والتقدير لسيادتكم على الرعاية والاهتمام الشخصي بالمنظمة وتوجيهات سيادتكم بتوفير كل ما يلزم لقيامها بعملها. كما يشكر سيادتكم المجلس الوزاري على تحمل جمهورية مصر العربية حصة المساهمات لشقيقتنا الدول الأقل نمواً والتي انضمت أو الدول التي لم تنضم وتنوي الانضمام. كما أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وإلى حكومته، أخص بالشكر على التعاون والشراكة المتميزة مع كل من وزارة الخارجية المصرية بقيادة معالي الوزير سامح شكري على المساندة الاستثنائية لمؤتمرنا الهام، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة معالي الوزيرة هالة السعيد لتقديمها كل سبل الدعم خلال مراحل إنشاء منظمة تنمية المرأة. الحضور الكريم، وأنتهز هذه الفرصة كي أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة هيلين ماري لورانس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطني والأسرة على مجهوداتها خلال فترة رئاستها للدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها هذه الدورة وتزامنها مع انتشار جائحة حول العالم. السيدات والسادة، تناقش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل الجائحة وما بعدها، وفي هذا السياق أشرف بعرض مجموعة من الإنجازات التي حققتها جمهورية مصر العربية في هذا الملف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. تعد مصر أول دولة على مستوى العالم تتحرك بشكل استراتيجي ابتداء من مارس 2020 في صناعة حزمة شاملة من السياسات والبرامج للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة،
وبدأ الرك الاستراتيجي بصياغة ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة أثمرت عن تبني الدولة المصرية مجموعة من تدابير الاستجابة الفورية أو المتوسطة المدى في التأثير على المكون الإنساني، قيادة المرأة واتخاذ القرار، الحماية من العنف والتأثير على الفرص الاقتصادية وتعزيز البيانات والمعرفة، بالإضافة إلى حزمة من التعديلات التشريعية. كما أطلقت مصر آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، حيث رصدت أكثر من 165 تدبيراً وقراراً وإجراءً وقائياً حتى يناير 2021. تلك الحزمة الشاملة من السياسات وضعت مصر في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا والدول العربية وفقاً لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وانطلاقاً من عقيدة الدولة المصرية الثابتة في التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي، استطاعت اعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بالتعاون مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات. السيدات والسادة، ضيفات وضيوف مصر الكرام، احتفلنا العام الماضي بإطلاق منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عندما دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ، وعملنا جميعا وبجد حتى وصلنا إلى هذه الخطوة الهامة. وفي هذا السياق يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للدول التي صادقت على النظام الأساسي، وأتمنى أن نحتفل الاجتماع القادم بانضمام باقي الدول المنظمة. وفي الختام أؤكد عزم جمهورية مصر العربية في ظل توليها رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على العمل لاستكمال مسيرة الإنجازات مع التنسيق الكامل وعلى أعلى مستوى بين مؤسسات وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي المختلفة ووكالتها المتخصصة بشكل أكثر تكاملا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فليتفضل.